فوق بيزي لو اللي يقولوا انه منتخب بوركينا فاسو متواضع متواضع جدا بالنسبه للفريق الجزائري. هذا الشوط المباراه الاول في مراكش اكزاكتومون كنا قادرين نقتلوا الماتش. علاش قلت لك سا ريست ان ماتش دو كاليفيكاسيون بور لي ماتش باراج دو مواد مارس دونك ما كاش قوي ما كاش منتخب ضعيف. صحيح صحيح. على اي اساس امين منتخب متواضع؟ على اساس انه يقدر يوم الثلاثاء عندك دو زون ابري البيبليك يدخل لي 14000 مازال ما تلاقيناش بالبيبليك صافي بيان لونتون موتيفاسيون راح تكون ديجا تقدر تكون تدخل في لا سور موتيفاسيون دونك يفوا افوار لا تيت شود اي لو كور شو اي لا تيت فرواد فوالا لازم اللاعبين تاع المنتخب الوطني يبوزيو لو بور اي لو كونتر ويحطوا روحهم باسكو الماتش لو كان يتلعب على الورق حنا خير منهم ونقدروا نكملوا الماتش في البريمير على الورق ماتش كي تو بيرميترا دالي اون كوب دو موند. C'est très simple, frère Mohamed. La source de motivation. Même les grands joueurs, les joueurs mondiaux, que ce soit Neymar ou Messi, parce que c'est une grande échéance du football mondial. Donc, la seule motivation pour les joueurs de l'équipe nationale, c'est d'y participer. Donc, je pense que c'est un match décisif, certes. مي راني متيقن باللي المنتخب فيزافي الماتش الي باسكو درنا نوعا ما غلطات في الشوط الثاني يفو كوريجي سيت ايكيب دو بوركينا باسكو عطينا لهم شويه الوقت ولاو يهضروا ودخلت لهم نوعا من الثقه الزائده الكونفيونس حنايا ابطال افريقيا وان شاء الله يوم الثلاثاء حيكون الرد فوق الميدان باذن الله تعالى.